شو حبيبي؟ رايح؟ يعني أنا كان بدي إني ما أروح، بس هلأ شوي تعني بتطلع بنتك المصونة، وإذا طلعت من الجامعة وإجت شافتني هون مصيبة. طيب مثل ما بدك. دخيل الله، دخيل الله. حياتي بدي أطلب منك شيء. عيوني ليك. لا تطول الغيبة علي مشان ما أفرمك. أيوة هلأ ليكي، أنا من زمان كان جاي على بالي انفرم. ايه. ولقيت هلأ فرصة يعني، فبما أنه معنا شوية وقت في مجال تفرميني هلأ؟ حاضر، أنا اللي بفرمك. أنا دخيلك يا الله. طلعي يلا. فوتي ليك عم سمية. عم تقلي أنك بتعرفني؟ غلطان كتير. أنا بنت عايشة ألا عن عيشة ممكن تتخيلها. ربيت بمكان كتير موهوب. أبي طلق أمي، أنا لسه كنت عم أرضى، وأمي ما بيهمها غير المصاري. مشان هيك كتير طبيعي تشوف رجال فايتين لعنا بنص الليل عم يلعبوا قمار. طبعا أمي العزيزة بتاخذ فيه النصيب من الربح. مو بس هيك، كل شي بيخطر عبالك فواتير من أكل وشرب بيدفعوا هني. فشو رأيك سيد حازم؟ لسه بتعرفني؟ بتعرفي سمية؟ كل هذا الحكي اللي حكيتي أنا ماني مستغربه أبداً، لأنه من أول لحظة شفتك فيه أنا متأكد أنه في جواتك شي كتير حلو، بس يمكن ظروف حياتك فرضت عليك شي أنت ما بدك إياه. انت منين جايب كل هالثقة انه نحن نكون مع بعض او انك تعرفني بعد كل اللي حكيت لك يا؟ لانه لو ما كنتي مرتاحة ما كنتي حكيتي معي بهي الطريقة، صح ولا لا؟ ليكي سمية، انا وياكي رح نتفق على شغلة. انا رح كب كل هذا الماضي الاسود تبعك ورا ظهري، بس من هي اللحظة رح نفتح صفحة جديدة، ومن هي اللحظة انتي مسؤولة عن تصرفاتك، اتفقنا؟ شو؟ خليني أفكر. طيب فكري، بس أنا واثق من النتيجة. شو حياتي؟ شو شو؟ شو؟ ماني عارفان كيف بدي سوق مع تشوف. أمي؟ إيه؟ بدك شي مني؟ إيه بدي. لا ما عاد فيني خلاص. ما تفهمني غلط، بدي سلامتك. أنا ما بدي روح. لا تروح. طيب إذا أجت سمية؟ ما أنا هلا لازم تروح. طيب تعيش حبيبي. يلا باي. باي. يلا بقى روح. شو وينك هلا؟ بالجامعة مامي. شو صارت الساعة 8؟ شو جامعتك صايرة سواري وما لي علم؟ لا تأخرت على الطريق. طيب طلعي البسي جاي أبو خالد. ما جاي عبالي اليوم، بدي أقعد مع حالي شوي. لك مو عيب عليكي عم تحكي هالحكي؟ الزلمة شاقق حاله ليرضيكي، جاب لك ذهب وتياب وعمل لك أحلى حفلة عيد ميلاد، وهلا جاي تقولي لي حابة أقعد لحالي؟ إيه خلصنا مامي، وإذا جابوا ودا؟ بعدين ليش مصرة تضلك تذكريني بهالموضوع؟ مصرة؟ ليش تقبريني أنا شو جاييني؟ ولو لولو أنا تربايتك، شو غريبة عنك؟ بكرة أول ما بتندقي بتقولي لي هاتي الذهبات. أنت طلعي منا وأبو خالد عندي. مامي موبايل عم يرن. مين؟ رقم غريب ما بدي رد. سمية؟ سمية؟ ايه مامي. وين سارحة؟ ولا بشي. شو كان بدك؟
ومين بسي؟ ابو خالد على الوصول. شو كانه ما عجبك الحكي؟ لا ابدا. يلا ايمن يلا. لك عمي مي نظيفة، الله وكيلك فيجي، ايه فيجي مثل ما عمل لك. يعني لو كانت فيجي ولو كانت بقين جار، يعني ما بتطلعوا اذا في غسيل تحتكم؟ والله عيب. لك شو عيب ما عيب؟ شغلة ناكتة انتوا عيب تحكوا فيها، لك جيران نحن شبكن انتوا؟ ابو صلاح من بعد اذنك ولو سمحت ومن بعد امرك كمان. يعني نحن محترمين الجيرة وما بدنا نغلط مع حدا، وانت كمان لساتك جديد بالبناية، يعني خلي الامور هادية بيننا وبينك لو سمحت. ايه خلصت؟ ايه بصير خير. يلا صدق لشوف العمى. لا واضح انه رح يصير خير. شو هلا؟ على عيون شو حاطه هي؟ مني؟ شو هالازرق؟ شلون بتتصل هي؟ وهي الروج ليه؟ العمى طلع عندي نفس اللون. نتلي تعريكي حلوة ماي درياني. لك شو هالموديل الحلو هاد؟ لك مين؟ لك وين كنتي مخبية كل هالجمال ولك نتلي؟ اسمعي ولك نتلي، أنا هيك للي مو عاجبه ينفلق، فهمتي؟ ولي على أنتي؟ يه يه ليش هيك لابسة هذا الفستان ومعطى حالك هيك؟ ما في شيء امي، كنت عم بقيسه خفت يكون ضيقان علي لاني صار لي مو لابسته من عرس بنت خالتي، وبعد شوي يمكن تخطب رفيقتي لهيك عم بقيسه. يي علينا، غلطنا وكفرنا وسالناكي، سامحينا الله يخليكي، شو بك انبحتي هيك؟ خلص تعالي على العشاء مستنيتك. يلا جاي. اسمعي ولي نتالي، لازم تضلك محافظه على كل شيء تعلمتيه بالحياه من ابوكي، ومثل ما بقول ابوكي اهم شيء بالشخص هو معدنه وكرامته ومبادئه واخلاقه، مو شكله ابدا، وهذا اهم شيء بالحياه، فهمتي؟ يلا ولي روحي على العشاء، لا بتعيدي اياه. هذا مبين ما راح يفهم، واذا مصر ما يفهم انا بعرف شو في معه. مو بس هيك بابا، بدك تشوفه طول الوقت وهو عم يحكي معي، عم يفصص بزل هيك ويكب علي، قرفت منه يقطع عمره، يعني كانت رح تجيني جلطه يوقف قلبي. العمى يبعث له حمى، بصير عم يفصفص وبزاقه نزل عليه؟ لا صار بده حمام. وانا هيك عم اقول انه بده حمام، مع انه تحممت قبل شوي ها، بس قرفت منه. بس قبل ما اقوم في شغله بدي اقول لكم اياها. شو هي؟ انا قررت اخطب رفيقتي بالجامعه. بدك تخطب؟ مين؟ شبنا براءة. عم قلك رفيقتي بالجامعة بنت حلوة كتير وآدمية اسمها ليلى. شو رأيك بابا؟ هلا عن جد أنت بدك تخطبها لهي الصبية اللي عم تحكي عليها؟ إيه طبعا، وإذا بتريد بابا بأسرع وقت. يعني خلاص؟ أنت متأكد إنه هي هي البنت اللي بدك تكمل حياتك معها وتكون مرتك وأم ولادك؟ إيه براءة. إيه بكير؟ مو بكير؟ لا مو بكير بابا، حنتكل على الله. امتى فينا نروح نخطب لهي البنت؟ امتى ما بدك بابا. لحظه، قبل كل شيء بدي اعرف هالبنت نظيفيه خاليه من الامراض؟ بدي اعمل لها فحص وتحاليل. لا ضروري. جاهزين؟ جاهزين. الله عشرة فضل. بابا.
وين صرنا؟ عادي انا ممكن. ماشي. فاهم؟